جديدة. غير منتخب المغرب في الانطلاق عن طريق عبد الكبير مرر فيها الواحد صفر. متولي برافو يا متولي، لمسة من لمسات متولي البارعة والرائعة. متولي يمنح المغاربة التقدم، المغرب تسجل عن طريق محسن متولي من جانب اللعب. محسن متولي لكن يحسب هذا للفنان الكبير هو عبد الوادي. الكرة مررة عبد الكبير الوادي اللي متولي، ومتولي يضع الكرة في الشباك والمغرب تتقدم على حساب نيجيريا 1-0. شفنا الضغط العالي، كرة لصالح منتخب المغرب، كرة من مكان مهم. هل ستعلن عن هدف ثاني للمغاربة؟ هل يمكن استغلال هذه الكرة بهدف ثاني؟ وننتظر المحاولة. ومحسن ياجور هو من سيتولى التنفيذ. محسن ياجور يسجل هدف ثاني. ياجور ولا أروع يا محسن، من محسن لمحسن هي ثنائية للمغاربة. محسن متكر في الشباك، شوف الإعادة، إغارة طبيعة الحارس أكبيم. المغرب 2 نيجيريا لا شيء. بداية ولا أروع، نموذجية مثالية نارية وردية للكرة المغربية. وياجور وضع الكرة باقتدار على تاريخ طلاب أمامية. نعود للصلاح، يشيكي يخسر الكرة. عبد الكبير لياشور، ياشور في الانطلاق الان، ياشور محسن يمرر، عبد الكبير يمرر، ومتولي فيها الثالث، ولا اروع يا متولي، يعود محسن من جديد، والثلاثيه للمغاربه، المنتخب المغربي يتالق والمنتخب المغربي يقدم اروع ما لديه، ومتولي في شوط واحد، ثلاثيه روسوت تتجاوز حتى ثلاثيات نجيب محفوظ. أمامنا هذه الكرة وأمامنا هذه التصويبة من متولي. متولي يخالط الحارس أكبيم. 3-0 المغرب تتفوق على حساب نيجيريا. بصراحة أشد المتفائلين لدى الوصول الحاضر الغائب اليوم. بينما الكرة تصل يدي مرر، محاولة نيجيريا الآن، نيجيريا في الهجوم ونيجيريا تسجل. المنتخب النيجيري يتمكن من التسجيل، يقلص الفارق لنيجيريا قد يعيد النسور للمباراة. شوف الإعادة، روط من دون أي ضغط من جانب لاعبي الدفاع. شوف الإعادة، روط الكرة وطالت عليه، تمكن من الوصول إليها وتزوتشوكو والتصويب. يسهل تماما الدفاع المغربي ولاعبي الوسط. 3-1 لهذا الالتزام مطلوب من المغاربة وعدم استسهال الأمور. هذه محاولة خطيرة وهدف ثاني. عدم استسهال الأمور، نيجيريا تعود. عيد نيجيريا للمباراة، عادت نيجيريا، خلاص عادت نيجيريا. النتيجة 3-2. كرة صوبت بقوة من علي. أمامنا التمهيد، التمهيد ولا أروع، والتصويب في محله، والكرة تغلق مياه. يجيكي مرر، محاولة الالتفاف من منجر. يشيكي يصوب الهدف، والهدف يأتي من هذا الخط. 90 شوية تماسك، أعطاه الفرصة ليشيكي يصوب. كرة تصطدم في العارضة وتستقر داخل الشباك. كرة صعبة في المكان المستحيل على البيغري. نيجيريا تتمكن من تعديل الكفة، تفرض على المغرب أشواط إضافية مثل غانا. الدفاع والقوة عند الكاميرونيين وعند الإيفواريين. كرة عند نيجيريا الآن، يجيكي يتمنن، يجيكي لاعب خطير، تلعب كرة عرضية ولمياغري، لمياغري يخطي وهدف رابع. خطف فاتح من المياغري والمنتخب الهدف الرابع للمنتخب النيجيري. شوف الإعادة، مرور بعد ذلك التهني والتمرير لا وجود للتسلل. لمياغري أخذ خط فاتح نادير. وابو بكر ابراهيم يضع الكرة في الشباك. شوف الإعادة، ايشيكي كرة داخل المنطقة ترتد من الحارس المياغري، وابو بكر ابراهيم يضع الكرة في الشباك. نيجيريا تتقدم على حساب المغرب 4